الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال شيخ الاسلام: ودين الرسل واحد وهو الاسلام. قال: ويجب الايمان بان الله تعالى امر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والانس لعبادته، وبذلك ارسل رسله وانزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب. وهذه ركن العبودية، وهي من الأهمية بمكان. للعبادة أركان، منها كمال الذل وكمال الحب، وذلك يتضمن كمال طاعته أو كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلناك أو ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. هذا جمع أكثر من رواية في الحديث في معنى واحد أراد أن يجمعها الإمام ابن تيمية، لكن أراد أن يبين أمرا جللا. هو ما من رسول إلا وجاء بقضية الكون الكبرى، هو دين، هو الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل جميعا، وهو تمام الاستسلام لله وحده لا شريك له بتوحيد الله جل في علاه. قضية الكون الكبرى، ما من نبي إلا وبعث الله بذلك، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحده لا شريك له. فيكون المعنى هنا: فوحدون، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وذلك قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يعني فاتقوني لا تشركوا بي شيئا، فالشرك مهلكة. وقد قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا طاعة بإذن الله. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له، أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثلاث مرات قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا. فإن الله أمر بعبادته وأمر أن تكون له وحده لا شريك له. كما قال الله تعالى: ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذكر ابن تيمية أن ركني العبادة كمال الذل مع كمال المحبة لله جل في علاه. فكمال الذل يتضمن ويستلزم تمام الانقياد والاستسلام في الطاعة، والمحبة لله جل في علاه تستلزم كمال الطاعة والأنس بها. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة التي يحبها الله جل وعلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال: ركناها
كمال الحب مع كمال الذل. قد يحبه ولا يذل له، قد يذل خوفا ولا يحبه، لكن لا يجتمعان إلا في الله جل في علاه. كمال الذل والاستكانة والتضرع، وهذا لا يكون إلا برؤية جبروت الله وقوته وقدرته وعظيم ربوبيته. وكمال المحبة، وهذا لا يتأتى إلا بكمال الانكسار له والنظر إلى إحسانه وبره وعطفه وعطائه. ومن أعظم شعائر الإسلام التي تدل على توحيد الرحمن الصلاة، ولذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. والتوحيد توحيدا، توحيد الله وتوحيد توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. ولأن الأنبياء جميعا قد اتفقوا على التوحيد وعلى الاستسلام لرب العبيد وربنا المجيد سبحانه وجل في علاه، كما قال: الأنبياء إخوة لعلا دينهم واحد، وهو توحيد الله جل في علاه. الإسلام دينهم واحد وشرائعهم شتى. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كما قال يوسف عليه السلام. وأعظم الذنب وأظلمه وأقبحه الشرك بالله جل في علاه، وأسه أساس الشرك في المحبة، كما قال الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فاتباع الرسول يتضمن عبادة الله جل في علاه، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله من الرحمن آلهة يعبدون، فما من رسول إلا وادعوا إلى توحيد الله جل في علاه. لما أنجى الله موسى عليه السلام من يد فرعون، قال أصحاب موسى بعد النجاة، قالوا: جعل لنا إلها كما لهم آلهة. اشتد غضب موسى عليه السلام حتى قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مطبر من فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك ما تريد من نبي إلا ونافح ودافع عن التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني فوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب واحد ومن أمهات شتى. ويقصد بذلك الدين واحد، وهو توحيد الله جل وعلا، والشرائع مختلفة، وقد قال الله ذلك. قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك نحن نبحث في مسائل أصولية، وهي شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا، شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، لكن الدين واحد. كل ما كان في التوحيد فتراه من دين الأنبياء قاطبة، فما من نبي إلا وقد قال: أعبد الله وحده لا شريك له. ما من نبي إلا قال أعبد الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال: هذا دين الأنبياء. نعم، نقف عند هذا، وفي أسئلة تفضلوا. نعم، نجعل شعب الإيمان مكان التضمرية غدا إن شاء الله. وإياكم، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.